نجم هذا الاسبوع او الفتره الاخيره في حته التمسك بالاهلي وليد سليمان، ايقونه من الايقونات اللي بتتبلور بشكل رائع جدا بين جماهير الاهلي. فيجي الانصاف او نفس الشيء بالظبط، تصور سبحان الله، يجي مثلا ايه الناس تتكلم، يطلع لاعب سابق من لعيبه النادي الاهلي يقول لك اصل وليد مش دولي، واخد بالك المعيار ايه بقى؟ اصل وليد مش نجم. ليه قال كده؟ اه حط بقى المعيار اه اللي هو ايه، ابتدت بكلمه الايه في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في المقاله. ايوه مالهاش معنى غير الغيره. بالظبط الغيره. هو الكابتن وليد اسال لحد في حاجه؟ لا، الكابتن وليد قال لكم حاجه وعمل غيرها؟ الكابتن وليد طلب ان حد يدافع عنه او يهاجمه؟ الكابتن وليد ايه، عمل تصرف معين ربنا قدر انه خد، وهو نفسه قال اكتر من اللي انا متوقعه وخلاص انحاز لحب الاهلي، والاهلي قدره، وجد له صدى وتقدير وتقييم عند اداره الاهلي. حلو، تقوم انت تيجي تهاجمه في الحته دي ليه؟ يلاقي، عشان يلاقي الصدى الثاني، يعني الاهلي بيقيمه ويقدره ويعليه، يقوم مثلا عند البسطاء من طيبي هذا البلد. طفل كده طلع فجاه على السوشيال ميديا في الجنوب، الصبر بقى وصلك لايه؟ قريه اسمها باين الكلحاوي في الاقصر، في الاقصر، في الاقصر، في الاقصر. الولد بدا يغني، غنى اغنيه للكورونا، يا كورونا سيبيكي في حالنا، يا كورونا ابعدي عنا، يا كورونا مش ناقصنا. فبدا الناس تاخد بالها منه، فتستضيفه الاعلاميه بسمه وهب، تساله انت نفسك في ايه؟ قال لها اشوف وليد سليمان، هو الولد اهلاوي وبيغني للاهلي. فتاخد ميعاد من وليد سليمان، فيرحب الكابتن وليد سليمان بعبد الله الكلحاوي نجم السوشيال ميديا الصعيد اليومين دول، نشوفه. أوفى نجم النادي الأهلي الكابتن وليد سليمان بوعده الذي وعد به المذيعة المتألقة بسمة وهبة خلال استضافتها لفنان الغلابة عبد الله الكلحاوي في برنامج كل يوم على قناة أون، حيث استضاف النجم الكبير ابن محافظة أسوان في منزله يوم كامل، وتناول عبد الله الكلحاوي الغداء مع نجم الأهلي برفقة المذيعة بسمة وهبة وكريم أبو فرغة المكتشف عبد الله ومحمود عبد الغفار مسؤول السوشيال ميديا الخاص بعبد الله. وعقب تناول الغداء أهدى وليد سليمان تيشيرت الأهلي وبعض الهدايا الأخرى لعبد الله الكلحاوي، كما لعبوا كرة قدم في ساحة المنزل الخارجية، وقام فريق عمل بسمة وهبة بتصوير جزء من الاستضافة للبرنامج لعرضها، وشكر وليد سليمان على تحقيق رغبة الفنان الصغير الذي طلب أكثر من مرة لقاء وليد سليمان، حيث يعشق ابن أسوان الأهلي ويغني له الأغنية الشهيرة أهلاوي. يعني والله يا استاذ ابراهيم صدقني الصبر على الإساءة بيأتي بكثير من الأمور التي تتوقعها وخير لا تتوقعه، إنه ده العدل، لأنك أنت ما أسأتش لحد. يوم يجي حد يسألك يتصل بالتليفون عشان يشتمك ويقفل وتسمع أصحابه بيضحكوا جنبه، برافو شاطر، فيرجع تاني يلاقي ما فيش، فاروح ردد عليه خلاص انبسط، ضحكت اصحابك، في منهم ناس كتير بتعتذر وتتكسف لان هو ده هدفك في الحياه بس، وعملت ايه؟ لا ضايقتني ولا غصتني ولا عملت حاجه غير اثبتت ان انا واجع ناس تانيه بتسلطك عليا. والله بحس كده، هو من كتر حرقتهم بيزق عليك حد ما يعرفكش عشان يكلم يعني، قال يعني نكد عليك يعني، ولا هتنكد عليها الحاجه؟ هتنكد انا لو رديت عليك الشتيمه، هقول ايه اللي بس وصلني ليه دي يا ربي؟ فهو ده انت الصبر. الولد ده يعني اظن ما تجيب لنا الاغنيه يا اخي اللي لفتت نظر الناس، ومش غنى للكورونا؟ غنى كورونا غنى للكورونا والزميل العزيز اسامه حسني عرضها قبل كده، بس وكمان غنى للاهلي عبد الله الكلحاوي، يعني عمل حاجه شاعر الغلابه. نشوف الاهلي ده حياتنا، شفنا معاه المعجزات وتاريخه كله يحكي عن اغلى الانجازات، من شغلنا وراه ننسى كل اللي فات في الشده
انا برضو ضهره ارفع الانجازات. اهلاوي لا ومسيطر الفرقة معاه لا وناس كبير وكله ربنا يعني يسعد أطفالنا وشبابنا ويديلهم أحلامهم يا رب ويحقق اجتهاداتهم. وأعتقد أن كل حد يقدر أشكر الكابتن وليد أن هذه الاستجابة لأن أدت بسمة سعادة لأسرة يمكن لقارية كمان بحالها أنها تشوف ولادها وتشوف مواهبها. ونشكر ابننا أنه من غير ما يشعر رد الوليد كل الإساءات التي طالته والافتراءات التي نهلته. طيب وليد تمسك بالأهلي من زمان، سعى للأهلي سعي حثيث جدا وضحى وتحمل ودخل المستشفى لما عرف أنه ممكن يمنعوه من الانتقال للأهلي.